أريج، هلا ما حطتنا الختامية لليوم مع موهبة شاب من بلدنا، هو طالب هندسة زراعية بجامعة البعث، حول مهملات الحياة والمواد المستعملة لجزء من حياة كل شخص فينا مشان يزين فيها غرفته أو مكتبه أو مكان عمله. يمكن هالقطعة أو التحفة الفنية يلي بيصنعها ضيفنا ممكن تكون ذكرى فنية بين شخصين. عم نحكي اليوم عن ضيفنا لليوم يونس حميد الحيلوني، طالب هندسة الزراعة وفنان بتنسيق قصايص الزريعة بطريقة مختلفة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم هلا، يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. صباح الخير لك. خلينا بالبداية نحكي عن هيدا الموهبة يلي انت حولتها لمشروع، يعني خلينا نحكي كيف بلشت وكيف اتطورت وصارت مشروع. هلا بالبداية انا بداية الفكرة بلشت مثل ما بيقولوا بالصدفة. كان عندي مناسبة وحابب اخذ هدية. انا بطبيعتي بحب اهدي شيء من عملي، حتى لو انه جبت شيء جاهز حب ضيف عليه لمساتي بجزء ما. فحبيت انه كان دارج اكثر شيء بالاسواق نبته الصبار كهديه، بس غالبا كانت بشكل جامد بقصايص بلاستيكيه جامده او مقات تبع شرب مزروعه ومتقدمه بشكل معروضه بالاسواق بشكل جامد. ما هيك شيء ما بيلفتني بصراحه، يعني ما احب اهدي شخص اي شيء جامد او اي شيء ما فيه روح. فحبيت اني اشتغل شيء من ايدي يكون في حميميه، يعني بالهديه انه حدا يتذكرني اكثر ما انه خلص شيء يجيبه ويحطه ببيته مجرد شيء صمده. انا ساكن بمدينه بانياس الساحليه، فحبيت اشتغل شيء من بيئتي. مثل ما كلنا بنعرف كل العالم بتحب البحر وجو البحر، فحبيت اشتغل بحجار البحر بالبدايه، وبالاضافه لافكار اعاده تدوير اشتغل بهيك قصص. فكمان حبيت اشتغل بهذا الموضوع، جبت علبة بلاستيكية وجربت اني اشتغل بحجار البحر عليها، فطلعت ظريفة الفكرة. كملت القصيص على الاخير واخذت راي حدا بيشتغل بالمجال الفني، لا خلي كثير ظريفة الفكرة، زرعتها وهديتها للشخص. بدأت العالم تطلب منها لما شافوها، ومن هون انا بلشت شغلي. بالبداية رفقاتي اللي بالحارة بلشوا يطلبوا، بلشت انشر على الصفحات الكبيرة ببلدنا، بلشت العالم تطلب بشكل كبير، ومن هون أنا بلشت الفكرة. يعني خلينا نتعرف أكثر يمكن على المواد اللي عم تستخدمها بالهدايا وبتزيين الزريعة. هلا أنا مثل ما ذكرت إنه معتمد شغلي على المواد البلاستيكية والمعدنية التالفة أو المستعملة وما عاد في منها فائدة. لأنه كلنا بنعرف ضرر على البيئة، لأنه بدأ آلاف السنين للتحلل، وأنا كوني طالب هندسة زراعية من واجبي ومهمتي حماية بيئتنا بشكل عام. فاشتغلت بالعلب المعدنية، مثال علب الحليب الجاف أو علب البلاستيك كمان، هاي والعلب البلاستيك بأشكال متعددة. ايه تفضل. كمان حجار البحر، الصدف، خيطان الخيش، مثل هاي هيدي بحجار البحر. علبة هيدي علبة التنك، طبعا التنك هو أكثر شيء بيزبط لحجار البحر مشان قوته يمسك عليها، تلزق عليها. طبعا بنستخدم مواد لاصقه وبلزق فيها. هون بدنا هي اللي هيدي كاست بلاستيك، كمان اشتغلتها بخيطان الخيش مع هون قطع قماش. طبعا هذه مطلوبه، حدا طالبها باسم هلا هون في عنا اسم. ممكن يعني حدا يطلب بده يهدي اي شخص او اي صديقه، ممكن كمان يكون اسمه موجود. طبعا هلا بعدين تطور شغلي مع الايام وصرت صار عم طلب مني. هلا هون في صبيه طالبه هديه لشاب، هون اربع صبارات باسم لؤي. فعلى كل صباره انا بحط حرف حسب الطلب، احيانا عالم تطلب حرف واحد، احيانا ممكن اكسسوار ما شكل ارنب او شكل شيء ظريف وبحطه عليه. ممكن تاريخ كمان، كمان ريز اذا تاريخ معين تماما، اشارات معينه او تواريخ معينه. تاريخ يونس، انت ضمن يعني دراستك مثل ما ذكرنا انت طالب زراعه، اليوم بالفعل قديش حسيت دراستك ساهمت بشكل كثير كبير بهالموهبه يلي عندك، وقديش عم تسعى انك تطورها؟ هلا طبعا هي ساهمت بالبدايه من خلال منهجي الدراسي، انه بتعرف بشكل كبير على موضوع النباتات، على موضوع التعامل معه اكثر من انه اخذ ابحث على النت او كذا. ساعدتني انه دكاترتي صاروا يعرفوا مين انا، انه مثلا صاروا يقدموا لي خدمات، صاروا يقدموا لي مساعده. شجعوك؟ طبعا التشجيع اجى كثير كبير. حتى من فتره في دكتور بجامعه حلب حكاني وخلي شو ما احتجت انا انه جاهز. طبعا وجه له تحيه، انا بيقدموا لك دعم. طبعا دعم كبير. دراستي كمان فادتني انه بعرف التربه شو بدها، النبته شو بدها، كل نبات شو حاجته.
توسعت مواضيع النبات بشكل كبير، صح لسه ما وصلت لسنين الدراسة لأتعمق بهذا الشكل بشكل كبير، بس الحمد لله أخذت منيح وإن شاء الله مكمل بهذا الموضوع. إن شاء الله. لوين حابب توصل يونس بمشروعك، بحلمك، بموهبتك هي؟ يعني أنت هلأ ذكرت أنه أنت حابب تطور، بس أكيد لكل حدا فينا حلم بده يوصله، شو حلمك؟ طبعا هلأ أنا مثل ما حكيت أنه بديت بالصدفة، بس الحمد لله كثير تطورت وتطورت بسرعة كبيرة، يعني صار عندي كذا مشاركة بأكثر من مكان، سواء أنا اشتغلته أو انطلب مني. يعني من فترة انطلب مني درب أطفال ويافعين على هذه المواضيع ومواضيع الزراعات المنزلية، وإن شاء الله رح أبدأ فيه بالقريب العاجل بمحافظة حمص وبمحافظة اللاذقية مع مؤسسة الريادي السوري. المؤسسة رح تفتح فرع بحمص قريبا. طلب مني كذا مشاركة بفعاليات كمان لتدريب الأطفال واليافعين. شاركت بمعارض يونس؟ طبعا أنا شاركت بمعرض بشهر شباط بمدينة بانياس، كان أقاموا فريق طيف تطوعي، كان لمدة 5 أيام أنا شاركت فيه، والحمد لله كثير لقيت تقبل أو بالأحرى إعجاب من الناس لشغلي وعملي. شاركت بمعرض بمدينة اللاذقية كمان بشهر نيسان، كمان استمر ليومين. هون أنا كثير تشجعت إني أكمل، كان بحضور إعلامي وشعبي كثير لفت الانتباه لهون، إنه هون دعم العالم وتشجيع الناس طبعا مشكورين، شجعني أكمل، شجعني أنا أوصل لهذه المرحلة، وشجعني استمر أكثر. هلا أنا حلمي إني أوصل لمكان كبير، يعني أنا كل يوم الحمد لله عم يفتح لي أبواب جديدة، عم يفتح لي، بس أنا في أمني ببالي إنه حدا من دولتنا، حدا من المنظمات الكبيره ان شاء الله يلتفتوا لهيك شباب، وحدا يتبنى موهبتي او المواهب الثانيه. يعني كمان انت بنفس الوقت قديش عم تسعى يونس يمكن لتعميم ثقافه اعاده التدوير ويعني تطبيقها على ارض الواقع وايضا انتشارها؟ طبعا هلا ثقافه اعاده التدوير هي واجب علي وعلى كل شخص يستخدمه، وواجب على الشخص اللي عنده إدراك لأهميتها يوعي الطرف الثاني أو الأشخاص الآخرين. طبعا كلنا عنا إدراك لموضوع إعادة التدوير، بس بتختلف النسب الوعي بهذا الموضوع. في كتير ناس بتعرف أنه مثلا المواد البلاستيكية بتضر بالبيئة، بس ما بتعرف مدى الضرر التام أو بشكله الكبير. فأنا الحمد لله رح أدرب بهذا الشيء، وأنا وين ما قعدت يعني عم دلهم أنه هيك هيك، أنه نحن في كتير مواد ببيئتنا عم ناخذها ونكبها، عم تفيد ال لا هلا بشكل عام العالم ما عم تستخدمها، يعني لا فينا نستخدمها بطريقه اخرى سواء بالمواد الزراعيه او غيرها. يعني يونس قديش صفحتك على الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، ساهم بانتشار موهبتك، ساهم بانه الناس تعرف كيف يعيدوا تدوير هدول القصص بطريقه فنيه، قديش موقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا نحن انا كشاب جامعي لساتني بدايه عمري، و ظل الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه ماني قادر انه افتح مكان او محل لبيع اعمالي، او بسبب دراستي انه ماني قادر التزم بمكان عمل واحد. فمواقع التواصل الاجتماعي او موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كثير ساهم بهذا الشيء، انه سويت صفحه على الفيسبوك باسمي يونس حلوني كاكتوس، الحمد لله منتشره اللي هي بكل البلاد، وجاني طلبات من برا البلاد بس للاسف ما في. حتى انا شغلي انه بكل المحافظات، عم ابعت على السويداء، على حلب، عم ابعت على هون على الشام، يعني الحمد لله في شغل كبير، ومواقع التواصل الاجتماعي كثير فادتني بهذا الشيء. اكيد يونس نحن بنتمنى لك كل التوفيق، يعني اليوم اضفت لصباحنا افكار مبدعه وجميله، ان شاء الله بتحقق حلمك وبتوصل للشيء اللي انت بدك اياه. شكرا كثير لكم لاستضافتكم ولاضاءتكم على مواهب شبابنا واعمالنا. يا هلا فيك. شكرا كثير لك يونس، ان شاء الله بيكبر حلمك وبتحقق وبتوصل للي بدك اياه. اريج مع